السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات اليوم السبت 17/8/2024 في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2024-2025. متابعين الكرام، قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سيح جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. متابعينا الكرام، اليوم السبت 17/8/2024 اوساسونا تعادلت امام ليغانيس 1-1، احرز ده في اوساسونا خوان سوريانو في الدقيقه 79، هدف المرمى بيلعب للغانيس، هدف لغانيس عن طريق خوان كروز في الدقيقة 22. فالنسيا خسرت من برشلونة 1-2، أحرز هدف فالنسيا هوجو دورو في الدقيقة 44. هدفها برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 5 من وقت الضياع في الشوط الأول، أسيست لامين يامال، والهدف الثاني أيضا روبرت ليفاندوفسكي ضربة جزاء في الدقيقة 49. غدا بإذن الله تعالى الأحد 18/8/2024 عندنا مباراتين، ريال سوسيداد في مواجهة رايو فايكانو الساعة 8 مساء بتوقيت مصر على قناة بين سبورتس اتش دي 3 التالتة، ومايوركا في مواجهة ريال مدريد الساعة 10:30 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، 8:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى. والمعلق أنا قلته كان عصام الشوالي تقريبا، مش فاكر، أنا عملت فيديو طبعا بالمعلق وكل حاجة. طيب خلينا نتعرف الآن على ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين. متصدر الدوري متابعين الكرام نادي برشلونه 3 نقاط، سيلتا فيجو المركز الاول مقرر 3 نقاط، اشبيليه المركز الثالث نقطه، لاس بالماس المركز الثالث مقرر نقطه، اوساسونا المركز الخامس نقطه، اتلتيك بلباو المركز الخامس مقرر نقطه، ختافي المركز الخامس مقرر نقطه، ليغانيس المركز الخامس مقرر نقطه، كذلك جيرونا المركز الخامس مقرر نقطه، وريال بيتيس المركز الخامس مقرر ايضا نقطه. المركز 11 الفرق اللي لسه ما لعبتش وهم اسبانيول ورايو فايكانو واتلتيكو مدريد وريال سوسيداد ومايوركا وبلد الوليد وريال مدريد وفياريال. وبعد كده المركز 19 فالنسيا خسرت بدون نقاط، ديبورتيفو ألافيز المركز 19 المقرر والاخير ايضا بدون نقاط خسرت. بالنسبه لترتيب الهدافين عندنا اكيد ليفاندوفسكي متصدر الهدافين، لاعب برشلونه سجل هدفين. المركز الثاني سجل هدف كيكي لاعب ديبورتيفو ألافيز وغابرييل ميسهوي لاعب جيرونا هدف، وكذلك هوجو دورو لاعب فالنسيا واياغو سباس لاعب سيلتا فيجو واخوان لو سانشيز لاعب اشبيليه ومارك بارترا لاعب ريال بيتيس ويوهان ترابو لاعب اتلتيك بلباو وساندرو لاعب لاس بالماس وويليوت لاعب سيلتا فيجو وكريستانسون لاعب ختافي واخوان كروز لاعب ليغانيس. متابعين الكرام، اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.